لها جنة شيخ راشد إنهم كانوا قبل ذلك محسنين اللهم اجعلنا منهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا من أعمال أهل الجنة الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من أعمال أهل الجنة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. من أعمال أهل الجنة من أعمال أهل الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أعمالهم والذين إذا فعلوا فاحشة أهل الجنة يفعلون فاحشة المتقين يفعلون فاحشة نعم ربما يخطئون ربما تزل أقدامهم يعصون الله سبحانه وتعالى ربما يغضبون الله ولكن سرعان ما يرجعون أهل الجنة. من أعمال أهل الجنة أنهم سرعان ما يتوبون سرعان ما يستغفرون الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعيدها. ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعيدها. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.